جينا لهون يوم الزلزال تقوينا. نحن هاي ما هي بركة يعني ليك تراب وخيام، كنا بركين ببيوت وكذا، خوف من الموت بس ما أكثر، والله يفرج لحتى نرجع بيوتنا. يعني ليك تراب ووضع ما كويس، وعنا ولاد عجاز، يعني الوضع طول طول، والله يفرج على العباد. بكي ما تخاف يا أخي. لا يا بكي. مئات الخيام ومئات العوائل مكثت هنا في هذه الأراضي الزراعية على عجل إثر هروبها من منازلها في مدينة سلقين وضواحيها من الزلزال وتبعاته. اليوم الكثير من البيوت متصدعة، الكثير من البيوت انهارت، الكثير من البيوت لا يجرؤ ساكنيها على المكوث فيها أو المكوث بها، أتوا إلى هذه المراكز التي أعدت على عجل كما نرى في الصورة، حالة مأساوية حقيقية لأرضية هذا المركز وللتجهيزات. لحديث أكثر حول هذا المركز نلتقي بعدد من المتضررين، وأولهم هنا هذه السيدة، يعطيك العافية. أهلا أمي، أهلا وسهلا. من وين حضرتك؟ من سلقين. ليش جيتوا اليوم على هذا المركز؟ والله اضطرينا لأنه بيوتنا كلها أغلبها صارت في الأرض، وأغلبها متشققة يعني بشكل كبير، ما بيسكنوا، ومنهم الركائز كلها رايحة، فالوضع كتير صعب، اضطرينا نجي لهون. توصفين المعيشة هون بهذا المكان؟ والله لك للصراحة الأمور سيئة جدا، يعني الوضع سيء، مي قليلة، تواليتات العفو منك ما في، الخيام شوب بشكل فظيع، يعني برد بالليل شوب بالنهار، شيء يعني الله يكون في عون كل واحد فينا. شو أبرز متطلباتكم اليوم يعني لهذا المركز؟ إنه المي مثلا، الخدمة بالخيام تكون أكثر من هيك، لأنه ما في شيء طاول طاول، حتى لا معنا صحن لا معنا معلقة، والله غير ثيابنا ما جبناه ونجينا، بس طعام ما في أبدا، ما متوفر أبدا. هلا يعني ايش بدي أقول لك، الوضع سيء، الله يكون في عون العالم. كيف طلعتي من سلقين؟ شو اللي صار معك؟ والله يا خالي نحن البناية المقابلنا نزلت كلياتها، تهدمت بالكامل، فأدت إنه تأثرنا نحن. من مدرج أنت وطالع كل بنايتنا مصدعة، كل ركائزنا منهارة، يعني هلا الله يكون في عون العالم. بس الحمد لله على كل حال، بنرجع بنقول الحمد لله، هذا إنه من عند رب العالمين، الحمد لله. الله يصبرنا. اجتكم منظمات لهون؟ حدا استجاب لكم؟ والله اجت منظمات بس لحد الان ما شفنا شيء، ما في يعني ما في. الله يعطيك العافيه. اذا كما اسلفت هذه السيده متطلبات معيشه ومتطلبات اساسيات للحياه يفتقدها هنا السكان، كما نرى هنا خلفي او كما تشاهدون على الكاميرا حال المتضررين هنا حول خزان هذا الماء، ربما يعتبر هذا الخزان الوحيد حاليا الحاوي على المياه، في ظل انتشار أيضا مرض الكوليرا. لا نعلم حقيقة إن كانت هذه المياه نظيفة، إن كانت هذه المياه معقمة، إن كانت مراقبة، لعل الصورة أبلغ من الكلام في هذا المركز الواقع بالأراضي الزراعية غربي مدينة سلقين. واجهنا الكثير من الصعوبات، واللي هي بناء الخيم وزخم السكان الذي توجع على الإيواء المركز هون. طبعا أغلب النازحين والسكان اللي جاءت لعنا، 99% من سلقين وريف سلقين من العوائل المتضررة خلال الزلزال، العوائل لا تملك أدنى مقومات الحياة نهائيا، استجابة ضعيفة جدا من قبل المنظمات، عم نواجه صعوبات شديدة لبناء الكتل السكنية اللي هي الخيم، ما في عدد كافي للعوائل، عم يسكن أكثر من عائلة أو عائلتين بالخيمة كونه ما في خيم كافية، وسبحان الله ما عم نحسن نغطي العدد، عم يجينا أعداد كبيرة يوميا، عم تجينا أعداد من النازحين، عم نحاول قدر المستطاع وضمن الإمكانيات الموجودة عندنا نسكن العوائل الموجودة حاليا. نتمنى، شو هي أبرز احتياجات الناس؟ احتياجات الناس بالمخيم أدنى مقومات الحياة، محتاجين كل شيء، يعني اليوم فوت على اي خيمه تلاقي ما فيها الا، عم نعطي العائله عباره عن عوازل ارضيه وثلاث بطانيات وطراريح ضمن امكانيات الموجوده عندنا من المنظمه الداعمه، جزاهم الله خير، منظمه هي عباره عن جمعيه داعمه، تمام، هي جمعيه الرحمه الكويتيه، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، كان مشروعهم عباره عن بناء 500 خيمه،
وحاليا 500 خيمة نصبت وسكنت فيها العوائل بشكل كامل. حاليا أنا اليوم الراهن أتتني أكثر من 50 أو 60 عائلة بحاجة سكن، لكن سبحان الله ما عندنا إمكانية نسكنهم كون يعني الإيواء سكن بشكل كامل. فمثل هاي الناس وين بدها تروح يا حالها، وين بدها تسكن؟ اللي بيته تضرر أو الوضع تعبان. اليوم في ناس كانت عم تشتغل على رغيف الخبز، فبأزمة هالزلزال الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل الأوضاع صفت الساعة مأساوية أكثر وأكثر.